السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي نديرو اخر بارتيه معلقه بالشابيتر 8 ديال لو غومو لا بوطا ميرفيد احمد الصفريوي. يعني هاد لا فيديو اللي كتفرجوا فيه دابا هو باش غنساليو الشابيتر 8 ان شاء الله، ومن وراها غندير لكم الاسئله اللي مرتبطه بهاد لو شابيتر وغندوزو لو شابيتر 9. انا عارف راسي معطله معاكم، ما عندي شي ظروف، داكشي علاش فيما كنبغي نخدم هاد الروايه هادي اون فوا كنجبد شي شابيتر ولا كنشوف داكشي اللي باقي ليا كنلقى الوقت ما عنديش باش نكمل الشرح. مي انا غادي نحاول نجمع راسي معكم باش نكملها معكم ان شاء الله قبل من الوقت ديالها، قبل ما يبداو الامتحان الجهوي ان شاء الله. نتوما ما تبخلوش عليا بجيم، بارطاج 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 مع الاصدقاء ديالكم، واي واحد حس براسو استفاد من الفيديوهات اللي كنلوح ولا من اي فيديو يخلي ليا كومونتير، يدعي مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره وجميع الاباء ديال المسلمين. شفنا في البارتي اللي قبل ان المعلم عبد السلام الدلاله زبيده وسيدي محمد ومشات معاهم حتى فاطمه بزيويه للسوق ديال المجوهرات باش يشري لاله زبيده الزوجه ديالو دي براسلي، يعني بغى يشري لها دبليج ديال الذهب ودبليج ديال الفضه. المهم شافت لي براسلي من عند واحد الكورتي واحد الدلال، المهم شافتهم عجبوها جرباتهم عطاتهم المعلم عبد السلام رجعهم لي. قال لي صافي انا غادي ناخذهم. داك الدلال عاود تصر زاد في الثمن، مني عرف راه المعلم عبد السلام غادي يشريهم زاد في الثمن شويه مشغبر، عاود رجع مني قال لي المعلم عبد السلام غنشري من عندك وخاصتي في الثمن، اراهم ما بغاش، عاود ثاني زاد في الثمن ومشغبر. من بعد ناضت واحد المضاربه ما بين المعلم عبد السلام وهاد لو كورتي، وبقاو الجوقه غادا تابعهم وما كيتضاربوا شويه. لاله زبيده ما بقاش كيبان ليها المعلم عبد السلام، قالت لفاطمه وزيوي سيدي محمد يلا رجعوا نبقاو نبكيو ونتسناو العوده ديال المعلم عبد السلام. نشوفوا دابا واش المعلم عبد السلام رجع ولا اشنو وقع بالضبط. لو سوار طومبا، يعني صافي المساء وصل يعني الليل وصل. لي لوميير بريير ا توت لي فونيتر دو لا ميزون، قالك الاضواء كتبري في جميع الشراجم ديال الدار، يعني ديال دار الشوافه. نوتر بيس ريستي اوبسكور، ولكن البيت ديالنا بقى مظلم. دون لا بينومبر دي فيغور مونستريوز سو فورمي دوفون ميز يو، قالك في هاد الظلام اللي كاين في البيت ديالنا واحد الوجوه يعني ديال وجوه متوحشه كانت كتجمع قدام الاعين ديالي. سوفيلوشي يعني كتبقى كتزعزع كتهز. سو ترانسفورمي كتحول سي دي لا بلاس ا ديمونس زيتان سيلفر، هاد الوحوش هادي ملي كتجمع قدام عينيا كتبدا كتهز كتنوض وكتجلس وشويه كتحول وكتخلي المكان لواحد الشرارات اللي هما خضرين. غوفوني مفخولي لي بوبيير دو لوغ فوال بروناتر، من بعد كتعاود تاني كترجع كتبدا ترجع وكتحك ليا على الجفون ديال العينين ديالي بداك الثوب الاسمر ديالها. اونفا لا فوا دو مون بير تخوا لي تينيبغ، اخيرا الصوت ديال الاب ديالي يعني حرك لينا هاد الظلمات ولا تقبل لينا هاد الظلمات اللي كنا كنعيشو فيها انا وماما وكنتسناو يرجع. جو لو مي سور مون سيون، صافي يعني تربعت على ركابية وجلست. ما ميغ ابيمي دون سا دولور، وليني ماما باقا كتحس بداك الالم. كونتيني ابوسي دان بيرسيبتيبل سوبير، كملات وبقات كدير واحد تنهيدات يعني اللي ما حتى واحد ما غيرد ليها البال. لي مارش غيزوني دو بلوس اون بلوس ديستانكتمون سو لي با دو مون بير، قالكم بابا من حدو هو طالع في الدروج دوك الخطوات ديالو يعني غاديين وكيوضحوا كثر، مع يعني فيما كيحط رجليه كتوضح بالله هذيك راه هي الخطوه ديال المعلم عبد السلام في الدروج. لا بورت دو لا شومبر سوفري، الباب ديال البيت ديالنا تحل. سا سيلوي سو ديتاشا اون نوار اي بي، يعني الهيئه ديالو ولا الخيال ديال بابا بان بان في داك السواد اللي كاين في البيت حيت هما ما مشاعلينش الضو. سور لو غري دو مور، يعني بان في داك اللون الرمادي اللي كاين في الحيط. بوركوا دي تيل نافي فو بوا الومي لا لامب، قال لي علاش نتوما ما شاعلتوش زعما ديك البوله وصو لي زاليميت، فين هو لو قيد ولا داكشي باش غيشعلوها باش يشعلو ديك البوله ديال الغاز. ما مير دون فوا دو بوتيت في ريبوندي، ماما بداك الصوت ديالها ديال دريه صغيره جاوبات. ال سون سور لي طاجير، قالت لي مرام فوق ديك الطاجيره. كونت لا بواط اتي اون فير بلون، راه هما اون فاس مع ديك البواطه ديال تي ديال اتاي اللي مصنوعه من الحديد الابيض. مون بير كيسيونا، بابا بدا كيسول سي محمد دورتي ديجا، يعني سيدي محمد واش نعس؟ نو بابا جو نو دور با، ويجاوبو قالي لا بابا انا ما نعسش. إل كراكا اون أليميت، يعني شعل واحد لوقيده.
se leva le verre de la lampe وهز ديك الكاس ديال الزاج ديال ديك اللامبه اللي كيضويو بها في البيت ديالهم. Que faisais-tu donc le noir reprit-il. اش كديروا نتوما في هذا الظلام هذا؟ J'attendais ton retour. قلت ليه راه حنا كنتسناو في العوده ديالك. La lampe allumée, ma mère releva la tête, يعني صافي ديك البوله ديال الغاز شعله المعلم عبد السلام وماما هزات الراس ديالها. Son visage ruisselait encore de larmes, يعني الوجه ديالها يعني باقي نهارطين منه واحد الانهار ديال الدموع. Mon père s'en aperçut, بابا لاحظ البكاء ديال ماما. Pourquoi tant de larmes؟ قال لي علاش هاد الدموع كاملين؟ Nous n'avons Dieu merci aucun sujet de tristesse. قال الحمد لله ما عندنا حتى شي مشكل حتى شي حاجه اللي كتخلينا ولا دفعنا اننا نوليو حزينين. J'ai dû vous abandonner seul pour corriger ce macrion qui essayait de nous jouer quelques tours de sa façon. قال لي انا خليتكم هملتكم وخليتكم بوحدكم في السوق باش نمشي نصحح هاد الخطا هذا ولا بالاحرى نمشي نادب هاد الكافر هذاك العفريت ديال داك الدلال اللي بغا كيحاول انه يلعب بينا بالطريقه ديالو كيف بغا. تو اي مينتونو غونتخي دون لوغدر قال لي صافي دابا كلشي تقاد كلشي رجع بالنظام اي فواسي لي بغاسلي وهاكي لي بغاسلي اللي عجبوك واللي شفتي في السوق. Il déposa les deux bracelets sur le matelas à côté de ma mère. حط دوك البراسليات بجوج اللي شرا ليا حطهم حداها في واحد السداري. Je ne veux pas les voir, ces bijoux de mauvaise augure. دي ما مير قالت لي شوف ما بقيتش باغا نشوف هاد البراسليات هادو ولا هاد الدبالج هاد المجوهرات اللي جابت لي غير الشؤم والنحس. Je crois que je ne les porterai jamais. قالت لي كنظن انا معمرني غادي نلبسهم. Je sens qu'avec eux كنحس بالله بسباب ولا بهاد الدبالج هادو Le malheur est entré dans cette maison, le huzn dkhal lbit dialna. Tu feras bien d'aller les revendre dès demain. Qalat li ghadi dir mzyan ila mshiti bi'tihom ghda. Ce sont bien là les bracelets que tu désirais, prends-les. Qalat li hadouma lbracelet li bghiti ntiya khoudihom. Et ne prononce pas de parole inconséquente. Bla ma tqouli liya zama bla ma tqay tqouli hadra li ma ndha hatta chi natija. Ma mère se leva, ma maman a dû s'arrêter, prit les bijoux sans les regarder, zet donc de belles bijoux, mais tu vois, ouvrit son coffre, halla dak sandouq dial el kbir, et les jeta dedans avec humeur, ou les hajoum dak sandouq dial el li kdir fi el hwaij dak chi, lahtoum el dakhl bidoun ahasis, yani bla ma tahass bta chi haja. Tu verras bien, قالت لي انت غتشوف. Ce que je te dis est la vérité. هادشي اللي كنقول لك انا راه هو الحقيقه. Je ne suis peut-être pas intelligente. قالت لي انا بصح نقدر ما نكونش ذكيه بزاف. Je ne suis qu'une faible femme. وانا غير مرا اللي هي زعما ضعيفه. Mais mon corps ne monte pas quand il me renseigne sur quelqu'un ou sur quelque chose. قالت لي ولكن القلب ديالي عمرو كذب عليا يعني الا ما مرتاحش ولا ما بغاش كيعلمني الا ما بغاش شي حاجه ولا مرتاحش لشي واحد. سي براسلي قالت لي هاد المجوهرات هادو هاد الدبالج هادو نو ما بورت اوكين جوا يعني ما بقاوش كيخليوني نحس حتى شي حاجه يعني حتى شي فرحانه. كنت فرحانه باش نشريهم ولاني ملي وقع هادشي ما بقيتش فرحانه واخا غنلبسهم ما غاديش نفرح. Maintenant je vais m'occuper du dîner. قالت لي صافي دابا انا غادي نمشي نتكلف بالعشاء. Nous touchâmes à peine à ce dîner plutôt improvisé quelque bizz باش حطينا ايدينا وكلينا داك العشاء اللي كان اصلا مخربق حيت صوباتو ماما وما راشقاش ليها. Nous nous mîmes au lit mini تعشينا مشينا تلاحينا في الفراش. Je me souviendrai toujours de cette nuit hantée de cauchemar. قالك ما عمرني غنسى هاد الليل هادي اللي كانت مليئه بهاد الكوابيس وبهاد الاحداث الصعيبه. Je revois encore les scènes de violence et de sang. باقي كنشوف قدامي وباقي كنتفكر دوك الاحداث العنيفه واللي فيها الدم يعني ديك الصراع اللي ناض ما بين با وما بين الكورتشي. Je revois les monstres, كنشوف الوحوش. Je revois les yeux enflammés de haine qui ne traquaient ma mère, mon père et moi. كنشوف حتى الاعيون اللي كانت مليئه باللهب واللي كانت كتهاجمنا ما كتهاجم ماما وانا وبابا وانا. Des masses d'hommes au visage hideux nous poursuivaient à travers la ville. Quelque واحد العدد كبير ديال الرجال الاوجه ديالهم زعما خايبه ما زويناش بشعه كانوا كيتبعونا في المدينه كامله.
بوغ نو ديبويي دو نو ريشيس باش يحيدوا لينا كاع داكشي اللي عندنا كاع داكشي اللي غالي يجردونا من دوك الثروات ديالنا. Ils ont voulu particulièrement à ma boîte à merveilles ou كانوا بالضبط باغين يخونوا ولا كانوا مقلقين بالخصوص ديال ديك العلبه ديال العجائب ديالي. Mon père parut sur un cheval noir. بابا كان راكب فوق الظهر ديال واحد العود اللي هو اسود. Il avait ma boîte sous le bras. وكان داير العلبه ديال العجائب ديالي تحت الدراع ديالو. Il font de la foule ou galop. يعني بحال كنقولوا الجوقه وكدوز من وسطهم شي حاجه شي طوموبيل يعني كتفرقهم لجوج يعني داز شق ديك الجوقه لجوج ديال البلايص. ديما ايسيير دو لو روتونيغ واحد الايادي يعني كتحاول انها تاخذ ديك العلبه ديال العجائب. إل بيكا دي دو والاب ديالي يعني بقى غادي نيشان وقاسم هذيك الجوقه لجوج. لا لون كرينيير دو سون شوفال سو ديبلوي كوم ان ايتوندار. وقال لك داك الشعر ديال داك العود اللي راكب عليه بابا كيبقى كيطير مع الهواء يعني بحال شي انذار. وهذا المهم مامير اي موا مامو انا نو نو تروفان بروسكومون دون اون كومباني ديزيرت. انا وماما لقينا راسنا فجاه في واحد العروبيه اللي خاليه. يعني سيدي محمد ناعس وكيعاود لينا باش كيحلم. مامير بلوري سيلونسيوزمون. ماما كتبكي تاني يعني بشويه بواحد الصوت ما مسموعش. لا لوميير دو ليتي قالك داك الضوء ديال الصيف يعني ديال الاشعه ديال الشمس. إنوندي ديزيس سابل إي دو كايو يعني ضو لينا ولا اقتحم لينا دوك الفضاءات اللي كانت عامره بدوك الرمال وبالحجار. لا سيلويت دو مون بيغ الهيئه ديال الاب ديالي والخيال ديالو سو ديتاشا سور اون كولين يعني الهيئه ديال بابا بانت لينا فوق واحد البلاصه عاليه فوق واحد الهضبه. Il nous attendait qu'un kit snafina. Il n'avait plus de cheval. On est le marra maken chandou l'hissan dialou. Il serait toujours sous son bras ma boîte à merveilles. Ou prada imen hezt tdra dialou l'ulbe dial l'ajaib dial. Je l'ai sauvé, nous dit-il. Galia rani a'taqt l'examen de l'ulbe dial. Et s'adressant à moi, il ajouta. Elle est à toi, ouvre-la donc. Ou galia, yani ou j'ai le kalam li. Ou galia haïa dab dial. Hulla. Je la posais sur la terre nue et l'ouvris avec précaution. حطيت ديك العلبه ديال العجائب اللي عطاني بابا فوق الارض يعني ما نفرش فيها حتى شي حاجه. اي لوفري افيك بريكوسيون حليتها وانا زعما راه دل بال يعني بانتباه. ميز يو فور ايبلوي والاعيون ديالي يعني انبهروا بسبب ديال ايش سور ان فون دو فلور فريشمون كوبي اي دي روز. يعني ملي حل ديك العلبه لقى فيها واحد الورود يلاه يعني مقطوعين ورود ديال الاخوان وديال شي عجب اخر. غوبوزي كوم دون زان نيك خاكلك مستفين بحال مستفين بحال الذهب مستف واحد العلبه ديال المجوهرات. دي بيجو دوغ وسي دو غام يعني هاد الورود هادو بحال الى محطوطين في واحد العلبه ديال يعني بحال مجوهرات ديال الذهب مستفه يعني غاليه فوق الورود. Je n'avais jamais vu d'aussi beau Je relevais la tête pour dire à mes parents Regardez mon trésor, choufou le 15 dièl. Ils jetèrent un coup d'œil dans la boîte, يعني لاحوا لواحد الشوفه يعني في هذه العلبه ديال العجائب ديالي. ما مير ديكلاها وماما قالت لي لي بو بيجو بور توجور مالور ا سو كي لي بوسيد. ماما قالت لي دائما دوك المجوهرات الزوينه كتجيب الشؤم والحزن لذاك اللي كيكون كيملكها. ان غون فخوا مونفلوبا اون فوا قالت لي ماما هادشي حسيت بواحد التوريشه بواحد البرد يعني سيطر عليا. جو غفيرمي لا بواط مومي ا سونغلونتي صافي زديت ديك علبه العجائب ديالي وبديت كنبكي. سيدي محمد بوركو بلوغ تو ريفي توا دونك ريفي توا. سيدي محمد علاش كتبكي علاش كتبكي دابا فيق فيق. Il faisait déjà jour راه دابا صافي يعني راه طلع النهار. لي سوك لي كوتي دون لو باسيو راه سطوله كيتقرقبوا في المراح. مون بيغ سو بونشي سور موا وبابا تحنا عندي. مو طاتي لو فرون وحط يدو زعما على الجبهه ديالي. جوفغي لي زيو انا حليت عيني يعني المعلم عبد السلام حط يدو على الجبهه باش يشوف سيدي محمد ياك ما طلعت لي سخانه حيت هو موالف كطلع لي سخانه بزاف. نو افير مون بيغ انا با دو فيفر. بابا قال ليها لا لا راه واكد ليها قال لي لا راه ما فيش سخانه. Il a dû simplement avoir un cauchemar. Il a dû simplement avoir un cauchemar.
assise dans son lit, ma mère répétait, وانا جالس زعما في الناموسيه ديالي ماما كتعاود Je te dis qu'il est malade, راه قلت لك راه مريض avec toutes ses émotions d'hier مع كاع ديك الاحاسيس اللي وقعوا البارح et l'agitation du souk des bijoux وديك الحركه والرواج اللي كان داك السوق ديال المجوهرات و tu as cru nécessaire de l'entraîner اللي كنتي كظن انه ضروري خصنا نديوه معانا ولا مهم اننا نديوه معانا سيدي محمد Cela ne m'étonne pas qu'il doit tomber malade ou un autre chimé de chenich et non, il m'a dit normal, il m'a dit ou pas que c'est un chef bizarre, il m'a dit que c'est un chef bizarre. Cet enfant n'a rien proclamé mon père, il m'a dit que c'est un chef bizarre, il m'a dit que c'est un peu de fatigue sans doute, il m'a dit que c'est un chef bizarre. Qu'il n'est pas à l'école, il m'a dit que c'est un chef bizarre, il m'a dit que c'est un chef bizarre. Mon Dieu, punis-moi, c'est derbi aqbni ana. Je suis la principale fautive. Ana hiya al-mudniba al-ra'isiya. Mais il ne me frappe pas dans mon enfant, ni ma tqisnich fouldi. Homme, zama wa rajel. Je te dis que je ne veux pas en aucune façon garder ces bracelets. Ra qelt lek ana ma bqaytch baghi nhtafed bhad al-mujawharat hadou bhad dbalj li jiti liya. Avec ces bijoux, d'belles joies de mujawharat, le malheur entre dans cette maison. Sveb dira de mujawharat, le huzn ou le choum ghid khullina, le dar dien. Mon père se dirigea vers la porte, babam chef l'tijah dien le bed, tout en enfilant ses babouches, ou wakil bis fil blari dienou, il déclara gelwe. Je m'en vais, je sens que si je reste, je m'encourai de patience. Galena ghadi, ana labqaytina ra ghan fqat sabr dieli m'akoum. Va répondre ma mère, qu'est-ce que c'est? Tu es un homme, t'as raison. Il est naturel que tu aies un corps du pur rare, du tabie, du rigel, et non qu'il connaît un homme calme. L'argent, qu'est-ce que ça? Tu pourrais dire, c'est. Ma mère ne devait pas dire des choses pareilles. Maman, quand je lui ai dit, elle a dit le clam, hein? Il n'est pas du tout naturel qu'un homme ait un corps de pierre. Mais si c'est quelque chose, mais si c'est quelque chose naturel, un homme va avoir un cœur de pierre. Un jour, je serai un homme. Un jour, je serai un homme. Je n'aurai pas un corps de pierre. Je n'aurai pas un cœur de pierre. Seulement, devant les événements ou devant les événements qui se passent, mon père réagit comme doit réagir un homme. تفاعل ولا تصرف كيف يتصرف اي راجل il garde sa lucidité son froid يعني حافظ الاب ديالي على داك الواقعيه ديالو بقى مثبت وداكشي وحافظ حتى على البروده ديال الدم ديالو ماما voudrait le voir réagir comme elle ماما كره بغيت بابا تشوفو يعني يدير رده الفعل بحالها يعني ما يبقاش مبرد ساجيتي بغاتو انه يتحرك يعني بقى يمشي هنا ويجي هنا يتلف كخيا يغوت اكزاجيري لامبورطونس دو مواندرو انسيدو يعني ولا الحاجه بسيطه يكبرها وداكشي بحال كي كدير لالا زبيده يعني يهتم بواحد الحوايج اللي هما تافهين بحالها Mon père avait d'ailleurs raison, papa a quand même du droit. Je ne me sentais nullement malade, je n'avais pas l'impression que j'étais malade, je n'étais pas malade. Pourtant, j'ai dû obéir à ma mère, et je n'avais pas l'impression que j'étais malade à ma mère. Gardez le lit toute la journée, je n'avais pas l'impression que j'étais malade. Après déjeuner, nous reçons la visite de Lala Aïcha, j'ai dit que Lala Aïcha, je n'ai pas l'impression que j'étais malade. Il y avait longtemps que nous n'avions pas eu de ses nouvelles ni de celles de son mari Sidi Larbi, le babouchi. شحال هادي ما بقينا عرفنا على الاخبار عليها ولا الجديد عليها ولا على حتى راجلها اللي هو سيدي العربي ولا مولاي العربي العلوي لو بابوشي اللي كيصوب البلاغي مامي خصو عطا دو بريباري لو تي ماما بدات كتزرب باش تعمر اتي الصديقه ديالها ال اونتربري انسويت دو فير لو ريسي دو سي مالور ا سا فيي امين في الاخر لالا زبيده من عمرات هذه بدات كتشي السائن فات وبدات كتعاود على القصه ديال الشؤم وديال النحس اللي وقعات ليها ولا اللي قاستها للصديقه ديالها القديمه ال راكونتا دون لي ديتاي نوتر ايكيبي او سوق دي بيجو عاودات لي هذاك الشيء بلي ديتاي بالتفاصيل داك الشيء اللي وقع في السوق ديال المجوهرات L'affreux drame qui se déroula à propos des bracelets, يعني هاد الحدث المرعب اللي وقع بسبب ديال هاد الدبالج هادو s'interrompit pour pleurer un moment بعض المرات كتوقف باش كتبكي reprit son histoire وكتكمل تاني التعاويد ديالها القصه ديالها entre occupé de supur مره كتوقف تاني وكتبقى كتنهد
elle prophétisa avec lyrisme يعني وهي كتنبأ وكتحس بحال كنقولوا انا خاطري خبرني ما ارتحيتش لهذه الحاله. قالت ليها زعما الخاطر ديالي اشنو خبرني انا مصادي كاتاستروف خبرني بلي غادي يوقعوا كوارث كي نو مونكو غي با دو فرابي نوتر فوي اللي ما يمكنش ما يقيسوش ليا البيت ديالي ولا الدار ديالي. Si mon père ne se décidait pas à vendre les bracelets de mauvaise augure, il a baba me ba'ch had bracelets ديال الناس والمشؤومين. قلت ليها خاطري كينبأني انه غيوقعوا حوايج خايبين الى المعلم عبد السلام زعما ما باعش هذوك لي براسلين منحوسين. Cause occulte de notre ruine غيكونوا هما السبب يعني اللي غيجيب لينا الحزن للدار ديالنا وغيكون السبب ديال اننا حنا غادي نديروا زعما فايت. لالا عيشة باغ بوليتيس لالا عيشة جاوبات الصديقة ديالها لالا زبيدة بأدب أبخوفي وهي كدير حركات يعني كتنط ليها وكتدير حركات بالوجه ديالها سوبيغي وكتنهد دودليني دو لا تيت وهي كتبقى تهز مرة مرة وكتحرك في الراس ديالها صدوني دو ليجيغ طاب سيغ لوجو مرة مرة كتبقى تصمك في الحناك ديالها يا ويلي يا ويلي يا ويلي يعني لالا زبيدة كتعاود لالا عيشة ولا لا عايشه باش كتفاعل معها وداكشي كتبقى تخبط في حناكه يعني اش هاد الكوارث هادو. ماما اون فور غاردا سون امي اخيرا ماما شافت في الصديقه ديالها لالا عايشه مي توا قالت لها وليني تيا شو نو مو دي غيا سور تا ميزون بقيتي قلتي لي حتى شي حاجه على دارك على ما حالك كومون فاتو كيفاش دايره نتيا كومون فا طاو ماري كيفاش داير راجلك اللي هو مولاي العربي العلوي. لالا عيشة بوغ توت غيبونس أونفوي سون فيزاج دون سي مان فكل جواب غتبغي تجاوبو لالا عيشة كتغطي الوجه ديالها كتغطيه باليدين ديالها إي إيكلاطا أون سونغلو وهي تنفجر بالبكاء أن طوغ دو لارم كولا أو ترافيرس دو سي دوا يعني هي حاطة يديها على الوجه ديالها والدموع كيهبطو ليها من اليدين ديالها كيبانو أنهم كين يعني كينهامرو الدموع من بين اليدين ديالها. Son corps fut secoué de violon يعني الجسد ديال لالا عيشة وهي كتبكي حيت كتبكي بحرقة بقى كيتزعزع يعني بقات كتنخصص وكتزعزع. لا دولور لي ترونغلي باغ مومون وهاد الالم هذا كان كيخنق بعض المرات يعني شي واحد اللي كيبقى يبكي ضارو قلبو كيبقى يبكي حتى كيتخنق ما كيبقاش قادر يطلع النفس. Maman lui entoura les épaules de ses deux bras et il se mit à sangloter avec elle. Maman شداتها نقاتها بالكتاف ديالها وبدات كتبكي معاها. لالا عيشة صغيرة لالا عيشة تفشيات وسكتات من البكا. Les joues encore luisantes de pleurs يعني الأعين ديال لالا عيشة باقين كيلمعوا بالبكاء يعني باقا غادي تبكي. لو ني هوميد النيف ديالها يعني ملي كتكون تبكي النيف تا هو كيقيسو الدموع المهم كيولي هابط منه الماء. Elle dit à ma mère oui, de goul om dieli. Zubida, je n'ai plus personne au monde. Tu as chauffé Zubida, mais on dit t'es chez Wahed Fadl Halem. Tu es mon ami, tu es ma sœur dieli. Tu es ma seule famille, tu es là, il est le Wahed dieli. Le fils du péché pour qui je me suis dépouillé. Tu as dit le haram, li ana zama. يعني ما خليت ما درت عليه بعت كل شيء على قبله يعني راجلها. ما abandonné pour prendre une seconde femme. مني وخلاني باش تجوج بمرات تانية. لا في د عبد الرحمن لو كوافور بغى يتزوج بنت عبد الرحمن لو كوافور. الله الله كخيا مامي قالت لي الله الله ويتغوت لالا زبيده او ما سور او ما بوفر سور مون ديو كيل دولور. قالت لي اختي زعما اختي الفقيره اختي التعيسه اش هاد الالم هذا. لي دو فام دو نوفو دون لي بغا لون دو لوتر سو ميغ اسونغلونتي من جديد العيالات بجوج تعانقوا وبداو تاني في البكاء. La chaleur, le lit, ces scènes affreuses dont je sentais, sans le comprendre, tout le tragique me rendirent vraiment malade. Quelle que la chaleur هذه اللي كاينه وهاد بقيت شاده الفريش نهار كامل وهاد المشاهد كامل اللي دازوا قدام العينين ديالي خلوني نحس واخا انا ما فاهم حتى شي حاجه من هاد الفيلم اللي دار قدامي tout le tragique قعد شي هذا قعد المأساة كامله مورون دير فريمون مالاد رجعوني بصحه مريض يعني هو ما كانش مريض واني ملي بقى في الفراش ولالا زبيده كتبكي ولالا عيشه كتبكي ودروينه كامله وداك التخربيق صافي ويصدق مريض بصح جو دو فيولون مو دو تيت وليت كنحس براسي يعني ضارني بزاف وليت كنحس بالم كبير في الراس ديالي. لا فيفر مو سكواتو اونتيير والحراره ولات كتزعزعني كامل.
جو مي مي اغوندغ سيغ ما كوفرتور، حاولت انني نرجع نتغطى يعني نتخشى تحت الفراش ديالي. مامي سو بريسيبيتا وماما بدات كتزرب باش تجي عندي، افولي وهي مخلوعه كخيون كتغوت. مون فيس فا موغيغ او مي زامي او مي سور مون فيس، قالت لي موا ولدي غادي يموت وصديقات ديالي واخواتاتي. مون فيس ولدي صوفي مون فيس، غتقول لي ولدي. لي فوازين اون فاغي لا شومبر، يعني كاع الجيران كاع الناس تاع دار الشوافه كلشي دخلوا وهجموا علينا في البيت ديالنا ملي سمعوا ماما كتغوت. مي بوبيير سو فيرمير، والعينين ديالي صافي تسدو ما بقيتش قادر نحلم. دو مون كران يعني في داك الراس ديالي في الجمجمه ديالي، جو لونطوندي بلو كو لي باتمون دان غيغونتيسك طومبور، ما بقيت كنسمع فقط غير واحد الضربات واحد الخبطات ديال واحد بحال الدربوكه كبيره يعني، ومبقى كيسمع حتى شي حاجه من غير واحد الصداع كيزنزل ليه الجمجمه ديالو. هاكا غادي نكونوا سالينا لو شابيت خويت، الصراحه شحفت من حدايا الشلمه. المهم تسناو الفيديو المجيء ان شاء الله اللي غادي ندير فيه الاسئله وغندوزو لو شابيت خو نوف ان شاء الله. ما تبخلوش عليا بجيم بارطاج 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 مع الاصدقاء ديالكم، ودعوا الاب ديالي وجميع الاباء ديال المسلمين بالرحمه والمغفره.